صبحكم بالخير. في حدثين بدنا نحكي فيهن اليوم لألكم، اشرح لكم فراس طليس بالمقابلة مع الحدث، والتصريح اللي عمله اليوم رئيس حكومة حزب الله والموظف عندهم، شو اسمه دياب بلبنان، ليش قول هيك ولا كيف انطلب منه، مشان تعرفوا كل شيء. أولا إلى الشعب اللبناني والشعب السوري، اسمعوني كتير منيح، والشعب العراقي، ما في حل إلا إنكن أنتوا تطرحوا شعار المؤتمر الدولي من أجل السلام مع دولة إسرائيل، بدها جراءة كتير. رح أشرح الكنيهة، لا تتركوا لن هالأوبورتونيتي لألن أنتوا عم تخلقون إنن هني يستمروا. مرتة مهتمة بأمور كثيرة والمطلوب واحد، السلام مع دولة إسرائيل. الأكل والشرب والاقتصاد والأمن هذا كله بيجي بعدين. تحية إلى هالأمن، تحية إلى دولة إسرائيل، تحية إلى هالشعوب اللي قايمة بس بدها توجيه. تكرم عينكم، راح أشرح لكم كل شيء. سمعنا مقابلة الأستاذ فراس طليس ابن مصطفى طليس يلي كان وزير دفاع بعهد حافظ الأسد. نعم، شي الكلام اللي بدي قلكن إياه يمكن تسمعوه، ما كذب بكلمة. أولا سألوا فراس طليس بيعرفني كتير منيح وبعرفه كتير منيح، بيعرفني باسمي لوسين وبعرف انه اسمه فراس، كنا نشوفه ببريز. فيكن تسألوه هالحكي وهو طيب، شي ما حدا يدعي. طيب، ما كذب بكلمة، كل واحد بدول الهلال الخصيب يسمع هالمقابلة، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الثاني اللي عن يتوزع، أنا ما سمعت الجزء الأول، سمعت الجزء الثاني، هذا اللي وصل له. لا يعلى على مقابلة مثل هيدا، إذا نخلصنا منه. يا أخوان اسمعونا كتير منيح، شو هي القصة؟ القصة كتير بسيطة. لما راح وفد حزب الله، حزب الإرهاب والإجرام، إلى موسكو، قالوا له بالحرف الواحد الروس، اسمعونا كتير منيح، قالوا له يا حضرة الوفد، اسمع كتير منيح، الإسرائيليين بيعرفوا وينني الصواريخ، ويني مراكز الكيميكال يلي معبينا كلكم، وبكن ترجعوا لمقابلة فراس طليس التاني بيشرح الكنيهة. إذا ما بتشيلوهن بدن يضربوا الكنيهة هون، تتدمر بيروت. رجع الحزب تنقش مع حسن نصر الله، حسن نصر الله تنقش مع الإيرانية، قولوا له بلش شيل ندفع. الرسالة كانت واضحة من الروس، ما فيها كذب. طلبوا من السني رئيس الحكومة انه يقول اجاني معلومات من الامن العام موجودين هون وهون نووي كيميكال، هن اللي قولوا له. طلع هو عمل الشو اوف تبعه، وانه يسلموا المسؤولين كيف بدهم يشيلوه، هني كل شيء، هني من ورا كل شيء. توجيهات اجت من حسن نصر الله الوفيق صفا بلغن لا جماعتهم، أحد جماعتهم بالأمن العام، قالوا له في يحكي شيء عباس إبراهيم للموظف، أو عباس إبراهيم عمله، بلغ رئيس الوزراء كذا. إذن يا أخوان هالتمثيلية هيدا مثل تمثيلية الغاز اللي قلت لكم عنها بالصوبة، مثل القناة السويس اللي قلت لكم إذا بتنفتح على الضفتين بين الأردن وإسرائيل، ومن إسرائيل بتفوت قناة السويس جديدة غمقة 70 متر، ومثل الأوتوستراد الرايح هيك والجاي هيك،
مش مثل قناة السويس، وحدة 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 وحدة. لا، هيديك بتكون لأنه عمقها 70 متر، قناة السويس عمقها 30 متر، ما بتتحمل بخرتين بنفس الوقت. إذن يا أخوين، هيدا كله صور بإيديكم. شو بقصد من هالشي تقلكني ليكو؟ ليه تغلطوا؟ وقت اللي بدها تجي لحجي إيران وتفرض على سوريا وعلى لبنان وعلى العراق توقعوا مع إسرائيل، ساعتها حسن نصر الله بيطلع بيعمل خطاب وبيصبعه هيك، بيقولوا نحن مواطنين لبنانيين، الدولة اللبنانية هيدي مسؤوليته، هي بتاخد القرارات، نحن كشعب لبناني نحن عنا كتلة برلمانية بالبرلمان، بيفوتوا على البرلمان يي بيوافقوا يي بيتغيبوا، مش بيقولوا لا، بيتغيبوا، بيلقوا كلمتهم رئيس كتلة حزب الله بالبرلمان وبيقول نحن مش موافقين لأنه نحن مبادئنا التحرير وقيم والقدس والله والإسلام والفلسطينيين، كلام فاضي ما له معنى، وبيخلوا المارونة والسن يوقع. نبيه بري بيسلم نيبة الرئيس لنائب الرئيس يدير الجلسة وكتلته بتكون موجودة بتوقع. هذا الفيلم اللي بده يصير. ما هو مطلوب؟ المطلوب الآن الشعب اللي سير بلبنان شكله بقى، قلت لكم حكومي برا ما عرفت عملتوه، قلت لكم انزلوا كلكم بالشارع قولوا نريد السلام مع إسرائيل، طيب اعملوا مبادرة شكله لجنة بقى بتمثل هالثورة. هالناس 19 تشرين، وروحوا على الأمم المتحدة اللي بدهم يعملوا مؤتمر من أجل لبنان، وعضى طرحوا عنكم مبادرة نريد السلام مع إسرائيل نعلنها من هلا. ما بدو خليك الحسن نصر الله، هني بدني يعطوا الأوامر لميشيل عون ولدياب ومدياب وما بعرف مين، وإذا مات ميشيل عون بيجيبوا جبران بيسي. أنتوا وقعوا الماروني والسني، هني مير تيريزا ما بيعملوا شيء. هيدي كل الخطة قلت لكم، هيدي كل الخطة، ولي بقى تردوا على حدا؟ ما بتكون انتو حرين، بكن تشيلوا من روسكم الأكثرية الأقلية، لا واعية ب 19 تشرين، الأكثرية اللي بدي طرحين حيل انقيادات بدهم ميل وبدهم مركز، هذا كل طموحهم، وما فرقة معن إذا أنتوا بتموتوا، بس خايفين من اغتيالات حزب الله، مالين قلب يقدموا على عملية هني بيقطفوا. وأهلا وسهلا فيك، انكترت عليكم، هذا هو الموضوع اليوم، إن شاء الله تستفيدوا من هالكلام. تحية إلى دولة إسرائيل، تحية إلى القادة الكبار بدولة إسرائيل، تحية إلى الرئيس بن غوريون وإلى الرئيس جولدا مير، تحية إلى الرئيس ليفي إشكول، إلى الرئيس إسحاق رابين، إلى الرئيس شيمون بيريز، إلى الرئيس بنيامين نتنياهو، تحية إلى القادة الجنرالية، ما بقدر بسكرن كلهم، وعلى رأسهم الجنرال موشا ديان والجنرال حليم برليف. تحية هالناس اللي بتبني أوطانة بعز وبكرامة وبتحافظ على شعوبها، ما بتقتل شعوبها. أيدي التحية الأساسية لألكن كلكم، أهلا وسهلا فيكم.